من أهم أدوار لجنة الانضباط هو ترسيخ مبادئ الروح الرياضية والتنافس الشريف واللعب النظيف والتحلي بالأخلاق الحميدة التي تؤكد على أهمية احترام وتطبيق الأسس والقواعد التنظيمية والقانونية لكرة القدم وسلوكيات الممارسين لها والمنتمين إليها لإبراز الصورة المشرفة لكرة القدم السعودية من خلال الإجراءات التي تحدد المخالفات والعقوبات في لائحة الانضباط. ولكن نجد في هذه اللائحة عبارات ثلاث: السلوك المشين واللعب العنيف والسلوك العدواني، ففي كل حالة نجد عقوبة، وهذا يفرضه تعريف العبارة، فنجد أن عقوبة اللعب العنيف أخف من السلوك المشين، فهنا العجب. أما السلوك العدواني ففي لائحة الانضباط نجد أن المادة التي تعالجها قد أحالتنا وبخجل منها لمادة أخرى. السؤال: لماذا كل هذه العشوائية في استخدام المصطلحات؟ ولماذا لا نضع العقوبة الملائمة لكل منها في موضعها القانوني الصحيح؟